السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الأعزاء. اليوم سوف أشرح لكم أفضل برنامج للتعديل على الصوت، وهو برنامج الأوداستي. في البداية سوف أشرح لكم طريقة تحميل البرنامج. من متصفح الجوجل اكتب كلمة أوداستي ثم أدخل على داونلود. بعد ذلك يتيح لك الموقع أن تحمله حسب النسخة المناسبة لك، سواء كان لديك ويندوز أو ماك أو لينكس. وبما أن الأغلبية تستخدم الويندوز، سوف نحمل نسخة الويندوز 10. بعد ذلك سوف نضغط على الداونلود من هنا، وهذه نسخة الويندوز 10. مثل ما لاحظتم سوف يبدأ بتحميل البرنامج، وسوف أضع لكم الرابط في أسفل الوصف. بعد ذلك هذه هي واجهة البرنامج، واجهة بسيطة وسهلة وتحتوي العديد من الخيارات لتعديل الصوت. والآن فلنعمل تسجيل صوتي ريكورد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي. ثم ستوب، نعمل الآن، نشغل الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي. السلام عليكم ورحمة الله. الآن سوف أشرح لكم بسبع خطوات كيفية عمل تعديل صوتي على الفيديو، فتابعونا. والآن ننتقل إلى شرح واجهة البرنامج. مثل ما لاحظتم من هنا التسجيل، ومن هنا التشغيل والإيقاف. كذلك زر المؤشر هذا يمكنك تحديد منطقة، ومن هنا يمكنك تكبير المنطقة، ومن هنا يمكنك السحب، من هنا التصغير، ومن هنا التكبير. كذلك يمكنك قطع الصوت من هنا بواسطة التحديد ثم القطع، وإذا أردت التراجع من هنا أو كتلر وزت. والآن فلنقطع هذا الجزء. الآن يمكنكم سماع الصوت قبل إجراء التعديلات عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. مثل ما تلاحظون هذا الصوت يحتوي على نويز، ضوضاء، كيفية إزالتها؟ في البداية إذا لاحظتم هنا منطقة السكون أو عدم التحدث، هذه موجات النويز التي نرغب بالتخلص منها، فنعمل على تحديد ثم نضغط على إفكت ونضغط على Noise Reduction. لاحظوا هذه الخيارات، DB يجب أن تكون 12، Sensitivity 6، والFrequency 3، وخيار Reduce. ثم أضغط على Get Noise Profile حتى أتعرف على هذه المنطقة على أنها ضوضاء. الآن بعد التعرف على منطقة النويز، يجب أن تحدد الصوت، إما بضغط ضغطة واحدة هنا أو تضغط كتلر أي. الآن مثل ما تلاحظون فقد حدد جميع المقطع الصوت، فقد تحول لونه من الرصاصي إلى الأبيض. نضغط على إفكت نويز ريدكشن، أوكي. الآن سوف يعمل على تقليل الضوضاء. والآن فلنستمع إلى الفيديو، والآن فلنستمع إلى الصوت بعد إزالة الضوضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي.
الآن نعمل على خيارات أخرى، نضغط على كومبريسر لكي يعمل على تصفية الصوت أكثر بهذه النسب. العتبة يجب أن تكون 12، النويز فلور سالب 40، والريشيو من 5:1 مثل الخيارات المبينة، ثم نضغط أوكي. ثم نذهب إلى نورمالايز، يجب أن يكون هذا الخيارين معلمين، ونضغط أوكي. الخطوة الأخيرة، نذهب إلى الخطوة الأخيرة من إفكت، نذهب على فلتر كيرف، ثم مانج، ثم فاكتور بريزينت، ثم نضغط على تريبل شورت، ثم نضغط على تريبل بوست، ونضغط أوكي. بعد ذلك مرة أخرى إفكت، فلتر كيرف، مانج، فاكتوري بريزينت، باس بوست، ثم أوكي. والآن فلنستمع إلى الصوت بعد إجراء التعديلات عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي. مثل ما تلاحظون هذه إجراءات تعديل الصوت. والآن نضغط على Export، ثم Export SMB3، فيعمل على تصدير الصوت بالاسم الذي تحبون. والآن فلنستمع إلى الصوت بعد التعديل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح برنامج الأوداسيتي، شكرا جزيلا لمتابعتكم.